و500 عام كان أعراب الأنباط يتنقلون مسافرين من منطقة اليمن السعيد وحتى جنوب الأردن، وقد كانوا يحملون على ظهور قوافلهم أنواع العطور المختلفة ليعبروا أكثر الصحاري جمالاً في العالم، والتي تعرف بوادي الرام. وعند أسفل جبل الرام الذي يعرف بعلوه الشاهق أقام سيد الأنباط معبداً على شرف الإلهة اللات، وأصبح بعد ذلك مكاناً لالتقاء القوافل. وفي عام 1917 تحالف الأمير فيصل ابن شريف مكة مع قوات ضابط لورنس للهجوم على ميناء العقبة المطل على البحر الأحمر. لقد غادر الأنباط وادي الرام ليحطوا رحالهم في البتراء، أي الصخرة الركم في لغتهم. الخفية التي تسكن صخرة البتراء بالتأكيد هو جمالها المهيب، صمتها وسرها الغامض. ليس هذا فحسب، فقد أرسيت تلك الصخرة بثبات في فضاء وزمن وأسلوب غاية في الروعة. أما الوصول إليها فيكون عبر قرية صغيرة تعرف بوادي موسى، حيث توجد العين التي قيل أن سيدنا موسى عليه السلام قد فجرها بعد أن ضرب بعصاه الصخرة. يشرف على صخرة البتراء من إحدى الجهات جبل ضخم، ويعلو قمته المطلة على البتراء ووادي عربة مبنى أبيض اللون يعتقد أنه ضريح النبي هارون أخو سيدنا موسى عليه السلام. وقبل أن نبدأ جولتنا في تلك المدينة المستترة، كان لابد من التوغل عبر الزمن في قلب الكتاب المقدس لنتعرف على سر تلك الأسطورة وعلى تاريخ الجنس البشري. ها نحن نسير عبر شق ضيق يتلوى بين جبلين، ويصل ارتفاع جانبيه إلى 100 متر، وها هي أشعة الشمس الساطعة تشرق على تلك الصخرة الوردية المكشوفة. هذا الممر الضيق والذي يعرف بالسيق يمتد مسافة 1 كيلومتر داخل الجبل، مشكلاً مشهداً تتراكب وتتمازج فيه الألوان والظلال، مما يضفي عليه أجواء ساحرة يغلفها السكون. هذه هي الخزنة، بناء منحوت في الصخر يرتفع 45 متراً، بينما يبلغ طوله 25 متراً، وهي أول ضريح ينحت على صخرة البتراء. إن منحوتاتها تجسد تمازج الحضارات المختلفة، وتبرز أهميتها باعتبارها رمزاً جنائزياً. وعلى الرغم من عدم وجود أي آثار للتوابيت الحجرية،
إلا أن بعض الشخصيات الميثولوجية النبطية المعروفة تم دفنها في 3 محاريب ونحتت على صخر الجبل. كما أن البدو لا زالوا يطلقون على الخزنة اسم كنز فرعون لاعتقادهم بأن فرعون وضع كنوزه في الجرة القابعة في أعلى الصرح، لذا قاموا بضربها بالعيارات النارية لكسرها وأخذ ما بها من كنوز. لكن محاولاتهم ذهبت سدى لكونها جرة رمزية تحمل رماد الموتى. البتراء هي الصخرة باللغة اليونانية، وقد بقيت البتراء سجينة تلك الصخرة لأكثر من 5 قرون مستترة بعيدا عن العالم الخارجي، فقد تم تجاهلها من قبل بني الإنسان. البدو فقط علموا بوجودها بين الصحاري والجبال، فقد بقيت مجهولة إلى أن أعاد اكتشافها السويسري جون بوركهارد بالصدفة عام 1812. وقبل ذلك التاريخ لم يزرها من المشاهير سوى السلطان بيبرس الذي مر بها عام 1276. لقد حافظت البتراء على غموضها لأكثر من 500 عام. إنها قديمة قدم البشرية، فتاريخها يمتزج بتاريخ الجنس البشري. وبالرغم من أنها تقع في قلب أدوم المدينة الحمراء، إلا أن تلك المدينة لم تؤسس من قبل الأدوميين، حيث أن آثارهم برزت بعيدا عند ضواحي تلك المدينة. وفي الواقع أن البتراء أسست من قبل الأنباط الذين استقروا بها وبنوها ودافعوا عنها منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى عام 106 بعد الميلاد. وعندما شعر الروم أن ازدهار المدينة ونموها سيشكل تهديداً لها، ضمها الإمبراطور تراجان إلى إمبراطوريته الرومانية. وبعد 3 قرون من هذا الغزو ضعف دور البتراء في المنطقة، ولكنها استمرت رغم ذلك في النمو والازدهار كواحدة من المدن التابعة للإمبراطورية الرومانية ومعابدها الشهيرة. ها هو ضريح القصر والذي يبلغ ارتفاعه 46 متراً، أما عرضه فيبلغ 49 متراً، ويعتبر هذا الضريح مرجعاً جنائزياً لبقية أضرحة كبار رجال الدين من الأنباط.
أما الضريح الكورنثي فيعد ضريحاً مميزاً ومصمماً بدقة، لكنه تحول بفعل عوامل التعرية إلى مبنى سريالي. وعلى منحدر جبل القطبة نحتت الأضرحة الملكية مثل بقية آثار البتراء مباشرة داخل الجبل. أما ضريح الجرة فيعد واحداً من أكثر نصب البتراء تميزاً وإبداعاً، فواجهته الضخمة بنيت في النصف الثاني من القرن الأول الميلادي، وفي عام 447 بعد الميلاد حولها البيزنطي جيسون إلى كنيسة بيزنطية. وقد استلهم مصممو تلك الصروح الأثرية أساليب هندسية ومعمارية مختلفة تعد شاهداً على مدنية حافظت على أصالتها ولم تنغلق على الغرب أيضاً. إن الأنباط يمتازون بالغموض تماماً كمدينتهم، إن أصولهم تبعث على الشك. يعتبرهم البعض جماعة من البدو الذين قدموا من جنوب الجزيرة العربية، بينما يرى البعض الآخر أنهم أتوا من بلاد الشام، ولكن المصادر تؤكد أن الأنباط كانوا بدواً قبل اكتشاف البتراء. ولكن ما الذي دفعهم إلى الاستقرار؟ أهي الحاجة أم الرغبة؟ أو ربما أكثر من ذلك، هل هو سحر بيترا الذي دفعهم إلى البقاء؟ من يدري؟ فليس هناك سبب آخر يدعو جماعة من الشعراء إلى الانخراط في مجتمع اقتصادي منظم كهذا؟ ونظراً لموقعها الجغرافي ووضعها الجيولوجي، فقد كان للبتراء ميزة مزدوجة، حيث أنها تشكل منطقة تقاطع للقوافل التي تحمل التوابل والصمغ والأحجار الكريمة من جنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر وغزة ومصر وحتى شمال وشرق آسيا ودمشق. كما أن البتراء تنعم بحماية طبيعية تسهل عملية دفاعها عن نفسها، بالإضافة إلى وجود مصدر وفير من المياه في المكان الذي اعتاد فيه الأنباط أن يحتفظوا بالمياه لشهور الصيف القادمة.
من هنا اكتسبت البتراء أهميتها، وتمكن الأنباط من السيطرة على التجارة في العالم، وفي نفس الوقت قاموا بحماية أغنيائهم من الهجوم الخارجي. ويعتبر الدير من أكبر الآثار في البتراء، وهو يشرف على وادي عربة، ولا يمكن الوصول إليه إلا بصعود 800 درجة منحوتة داخل الجبل، كما تبلغ عرض واجهته المنحوتة في الصخر 45 متراً، بينما يبلغ ارتفاعه 42 متراً فقط، وقد شيد ليكون موقعاً هاماً يحج إليه الأنباط. ثم استعمله النساك البيزنطيون ليكون ديراً في الحقبة البيزنطية المسيحية بعيداً عن عبادة الأوثان، حيث رسمت الصلبان على جداره الخلفي. لقد وجدوا فيه مكاناً مناسباً للتأمل الروحي والسلام والتقشف في تلك العزلة الصامتة. ومن أبرز آلهة الأنباط الإلهان دوشارا والعزة، ويعتبر دوشارا الإله الرئيسي، ويرمز إليه بطبقة من الصخر مربعة الشكل. أما الأم العذراء العزة فهي تشبه إلى حد كبير الإلهة أفروديت، وهي قائدة البتراء. لقد شكلت الولادة العذرية للإله اعتقاداً واسع الانتشار في الشرق، وبما أن تجار الأنباط ورؤساء القوافل كانوا بحاجة لحماية آلهة التجارة والحراسة، فقد كانوا يستمدون حمايتهم تلك من إلهان ذو أصول عربية، وهما الكتبة إله الكتابة والتجارة، وشيخ القوم الإله الحارس للقوافل.
يوجد مسلتان تزينان مدخل المعبد، كما أن البرج المعزول والذي شيد خلال الحملات الصليبية ليكون مركزاً للمراقبة تعرض للدمار الآن. ويعتبر المكان المرتفع أو العلية هو المركز الرئيسي لطائفة الأنباط، وتوجد تلك العلية على قمة جبل المذبح والذي يعرف بجبل التضحية، حيث يقوم المصلون بتقديم الأضاحي وأغلبها من صغار المواشي. وهناك على المكان المرتفع يوجد تمثال لأيل يقذف ماء المطر المتجمع في فمه داخل أحد الأحواض، لكن رأس هذا التمثال تحطم ولم يعد بإمكان الحجاج المشاركة في طقوس التطهير أو إطفاء نار عطشهم الشديد. وبعيدا في أسفل الجبل يوجد حوض ماء آخر يروي الحديقة التي تتصل بغرفة خاصة للولائم الجنائزية تعرف بالتريكلينيوم. من الواضح أن الأنباط لم يكونوا مدركين للجمال الطبيعي التي تتمتع به تلك الصخرة، فقد قاموا بتغطية كورنيشها الرائع بالجص الملون. أما الجندي الروماني الذي يتصدر المحراب المركزي بقي مجهولاً. هذا الصرح الذي شيد في النصف الأول من القرن الأول أصبح يعرف الآن بضريح الجندي الروماني. تضم البتراء أكثر من 500 قبر، وقد لعبت الشعائر الجنائزية الخاصة بالموتى دوراً هاماً في حياة الأنباط، كما أن وجود غرف الطعام والتي تعرف بتريكلينيا بعدد يفوق 100 في المكان يثبت هذا الأمر، وهي تبدو على شكل غرف أو منصات بسيطة منحوتة داخل الصخر، كما كانت الولائم تقام هناك بالإضافة إلى الاجتماعات التي تقام في منزل الميت. إن عدداً كبيراً من التريكلينيا هي أماكن جنائزية مخصصة لحفلات الدفن تقع بالقرب من القبور، وعادة ما تهدف ولائم الذكرى السنوية إلى إحياء ذكرى من رحلوا عن الدنيا. وعلى الرغم من أن البتراء ومدينة الأنباط ضمتا من قبل تراجان في العام 106 بعد الميلاد، إلا أنهما احتفظتا بهندسة البناء النبطية التقليدية.
إن الصرح الوحيد المتبقي من مهد العمارة الحجرية هو معبد قصر بنت فرعون، والذي عرف بقلعة ابنة فرعون، ويقع على ارتفاع 23 متراً. إن أسطورة حاكم مصر شغلت مخيلة البدو الذين يسمون هذه التلة الفريدة باسم هضبة عصا فرعون. ولكن من هي الابنة؟ لقد قامت القديسة أبيفان من جنوب فلسطين بوصف مراكز العبادة في البتراء في القرن الرابع الميلادي، والمتمثلة في العبادة النبطية في معبد قصر البنت، بالإضافة إلى العذراء شامو وولدها دوشارا. الابنة لم تكن سوى الإلهة العزة المعروفة بأفروديت الأنباط، وتوجد تماثيلهم تلك على منصة مركزية. كما أوضح القاموس البيزنطي أن تلك التماثيل نصبت على قاعدة طليت بالذهب الذي زاد المعبد إشراقاً. هذا النصب كسي كلياً بالستيكو الممزوج بالذهب. إن طرق القوافل تتجه نحو الساحة الواسعة التي تحيط بالمعبد لتوصلنا إلى داخل المدينة. وقصر بنت فرعون هذا يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد. أما البوابة الأثرية والطريق المعبد فيعودان في أساسهما إلى الزمن الروماني. هذا الطريق الرئيسي الذي يمر عبر السيق ينتهي بشارع تحيط به المحلات، يشبه إلى حد كبير في ذلك السوق العربي. الأنباط هم جماعة من البدو تعشق الحرية وتعتبر الصحراء موطنها، جماعة لم تعرف أبداً زراعة الحنطة واستخدام النبيذ ولا حتى بناء المنازل. وقد كانت منازلهم في البتراء تشبه الكهوف، كيف كانوا يعيشون إذن؟ إن الكاتب الكلاسيكي الوحيد الذي كتب عن الأنباط هو الجغرافي سترابو، وقد ذكر أن البتراء حكمت من قبل العائلة المالكة، وقد سمي الشخص الوحيد الموكل بإدارة أملاكه بالأخ. إن الأنباط أشخاص امتازوا بالحساسية والشعور المرهف، فلم يكن لديهم الكثير من الرقيق، بل كانوا يخدمون أنفسهم، وهذه العادة عمل بها ملوكهم أيضاً، فهم يقومون سوياً بتحضير ولائم تكفي 13 شخصاً، كما أن لديهم مغنيان لكل مأدبة، بالإضافة إلى أن الملك شخص ديمقراطي يقدم ضيوفه على نفسه في الخدمة، كما أنه يقيم الولائم ويقدم العطايا من وقت إلى آخر. ويزود الأنباط بالفواكه والخضار ما عدا الزيتون، فهم يستعيدون عنه بزيت السمسم.
كما يوجد لديهم العديد من قطعان الأغنام، بينما لا وجود يذكر للخيول، فالجمال تؤدي الغرض. المسرح الكبير ذو 3000 مقعد بني بالكامل على جانب جبل المذبح، والذي يعرف بجبل الأضاحي. أما سلمه المكون من 33 درجة، فقد تم بناؤه على أنقاض قبر أحد الأموات بعد تدمير بعض أضرحة المدينة القديمة على يد المستعمرين الروم، رغم التحريم الشرقي لذلك. ويعتبر منقبو الآثار أن استخدام المسرح يعود إلى عهد الملك أريتاس الرابع ملك الأنباط، بين القرن الرابع قبل الميلاد والسابع والعشرين بعد الميلاد. تختلف منازل الأنباط في تصميمها الداخلي عن بعضها تبعاً لاختلاف الحالات الاجتماعية للسكان، وتبدو مزينة من الداخل والخارج. ويعتبر السجاد المصنوع من جلد الماعز من أهم مفروشاتها، أما الغرف فهي صغيرة جداً وإضاءتها ضعيفة، بينما تبدو رائحتها نتنة بسبب نوافذها الضيقة التي تحميها من الحرارة والبرودة. كما أن الاحتراق المستديم للمصابيح الزيتية يملأ المنازل بالدخان. الضريح السفلي هو ضريح منفرد يسيطر عليه معتقد يفيد بأن الأرواح تسكن فيه، إضافة إلى نظرية البعث بعد الموت. لكن الضريح لا يتسع بشكل كاف لاستحضار وإحياء تلك الأرواح، لهذا السبب قام الأنباط بنحت صرح هرمي في حجر رملي بعيد الصلاب المتوفي. هذا هو مقام النبي هارون أخو سيدنا موسى عليهما السلام. بني في عام 1300 في المكان المرتفع الخاص بالأنباط على بقايا الدير البيزنطي، ويطل على البتراء ووادي عربة.
هذه الأهرامات الأربعة التي تعلو مقبرة المسلة ترمز إلى الأشخاص الموجودين بداخلها، وفي الداخل يوجد تمثال استلهم من الحضارة اليونانية. البتيل لفظ سام يعني الهيكل الإلهي، ويتمثل في الحضارة النبطية بمجموعة من الصخور أو الأحجار المقدسة التي تعبر عن الوجود الإلهي، ولكنها لا تحمل صورة الإله، ووفاء منهم لمعتقداتهم لم يجسد الأنباط آلهتهم بجسد ما، بل بكتلة حجرية مربعة أو مستطيلة. وتتصف شعائر ومعتقدات الأنباط بالحميمية، فهذه العادة التي حملها إلينا اليوناني سترابو لتنظيم مأدبة تضم 13 شخصاً حيث يقوم فيها المضيف بخدمة ضيوفه ومن ثم نفسه، تذكرنا فوراً بالعشاء السري الذي يجتمع فيه الرسل 12. وعلاوة على ذلك نجد أن ولاء الأنباط للإله إيهاي أمر يشترك فيه اليهود أيضاً، كما أن إعلان الأنباط ولاءهم للولادة العذرية لإلههم مهد الطريق إلى انتشار الديانة المسيحية. أما بالنسبة للإسلام، لم يكن الأنباط يؤمنون بفكرة التوحيد، لكنهم عشقوا الله الإله الواحد، بينما تخلص المسلمون من كافة الآلهة الثانويين. البيداء، والتي تعرف بالبتراء البيضاء، تضم منازل الأنباط، وهذا السيق الصغير يقودنا إلى ملجأ يستخدمه الأغنياء من أصحاب القوافل للراحة بعد عناء السفر داخل الصحراء.
لقد أصبحت البتراء جزءاً من التراث العالمي، لذا فقد حاولت اليونسكو بالتعاون مع الحكومة الأردنية أن تحمي وتحفظ المكان من أي تأثيرات خارجية كالوقت والأشياء وحتى الإنسان. البتراء عاصمة الأنباط الملكية، صخرة نحتت كحلم تحول إلى حقيقة في قلب الصحراء بفضل إرادة الإنسان. والبتراء التي عندما ضمت إلى روما في 22 من مارس من العام 106 بعد الميلاد فقدت دورها الريادي في هذا الجزء من العالم الممتد من البصرة وحتى سوريا. على أي حال، استغرقت البتراء 3 قرون لتتحول إلى مدينة صامتة. لقد استثمر الرومان أموالهم فيها وبنوا طرقاً تمتلئ بالأعمدة، لكن الطرق التجارية للمدينة تجنبت المرور من البتراء، وشيئاً فشيئاً غادر السكان المدينة، وتسارع هبوط مكانة المدينة في عام 363 قبل الميلاد بعد أن تعرضت لهزة أرضية عنيفة. وفي أواسط القرن السادس تحولت البتراء إلى مدينة ساكنة ومهجورة، وما لبثت أن تعرضت المدينة ثانية لخطر الزلزال في أواسط القرن الثامن عندما بدأ الإسلام بالانتشار في الأردن وفي الشرق الأوسط. عندها تحولت البتراء إلى مدينة منسية. البتراء، تلك المدينة المهجورة والتي يغلفها الصمت، لم تمت بعد، فما زالت البتراء بصخرتها المتميزة وألوانها المتوهجة تعبر عن روح الأشخاص الذين توقفوا عندها، فصمتها يمتلئ بالضجيج منذ بدء البشرية. إن التجول في البتراء هي رحلة إصغاء إلى بكاء وآمال الناس، أسئلتهم، شكوكهم، ويقينهم. إن شعورنا بقوة البتراء يناقض إحساسنا بضعفها، فقد وقعت المدينة ضحية لعوامل التعرية. هذه الصخرة المضيئة الرائعة والتي يتغير لونها في كل دقيقة هي صخرة رملية، ويوماً بعد يوم وقرناً بعد قرن ستقوم الرياح بنثر أجزائها لتحولها إلى غبار، فإذا غفلنا عنها ستصبح البتراء صامتة إلى الأبد، وحتماً ستلتهمها الرمال.